كل محل عندها مميزاتها، وهي دايما الميزة في انك انت بتقدر تجتمع باكبر قدر من الناس. وين النسيج الاجتماعي بتاعنا والارتباط بالمجتمع وطريقتنا السهلة في التعامل فتحت لنا ابواب كثيرة جدا. يعني الاكلات السودانية عمرنا ما انقطعنا منها. والله يا اخي انا طبعا بحب العصير جدا، ملاح الروب بحبه جدا ايضا، يعني ملاح النعيمية، وزوجتي عندها مهارات كبيرة جدا في القصة دي. لكن الحاجة الثانية اللي بحبها خالص ام رقيقة. في الاجازات بتاعت الاسبوع وكده لما نكون فاضي بعمل الكسرة بالموية. والله يا اخي انا بحب جدا وردي. لكن احنا الجيل الحضر البداية بتاعت عقد الجلات سويت على نيل غناي يا مستحق الغنى يا أمنياتي وهواي ما لا سواك المنى بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي بحبك أنا. الميزة اللي عندنا في التعليم في السودان رغم أنه خصوصا في مجال الجامعات غير مواكب للعالم، لكن هو تعليم التحدي فيه كبير جدا. التحدي من حيث انك انت عشان تنجح لازم يكون عندك استيعاب كبير جدا للمادة اللي بيقدموها لك، وانك انت لازم تبذل مجهود شخصي لاستيعاب المادة دي وعشان انت تنجح فيها. فجامعات الخرطوم من المؤسسات البنيت على النظام الانجليزي، فأضافت لنا إضافة كبيرة جدا في انه كيف نحن نقدر نتعلم الحاجات بسرعة كبيرة جدا، وكيف إنه نحن نقدر نستوعبها ونستفيد منها ونعمل إضافة فيها. فلما أنا حسي على الآن بروفيسر في السيستم الأمريكي وشغال بالسيستم الأمريكي، لما دايما أي أقارن السيستم الإنجليزي بالأمريكي بلاحظ إنه السيستم الإنجليزي بتاع جامعة الخرطوم ساهم مساهمة كبيرة جدا في إنه يخلينا عندنا القدرة بتاعة السرعة في استيعاب المادة، وأيضا السرعة في المساهمة في تطوير المادة مقارنة بالسيستم الأمريكي اللي هو بيكون فني وبيديك مهارات يعني very deep and technical في المجال بتاعك، لكن السيستم البريطاني كان broader. السودان ساهم مساهمة كبيرة جدا في تشكيل شخصيتي. واحدة من الحاجات اللي أنا دايما بذكرها وذكرتها لما فزت بالجائزة بتاعت الأفضل أستاذ في جامعة تكساس A&M، هو دي بيدوها الخريجين. جامعة تكساس A&M طبعا من أكبر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ولاية تكساس هي الأكبر. ولاية تكساس من أغنى الولايات في أمريكا. فلما ندوني الجائزة بتاعت Teaching Excellence Award اللي هي من Association of Former Students من الطلاب الخريجين بتاعين الجامعة، ودي أكبر جمعية وهي من الجوائز المقيمة يعني، فبيقول لك أحكي قصتك إنك أنت كيف وصلت لهذا المستوى. فالقصة اللي حكيتها لهم قلت لهم إنه أول مرة أنا تعلمت التدريس واكتسبت المهارات كان في المرحلة المتوسطة في مدرسة درمان الأهلية المتوسطة، في إنه الأساتذة ربنا يجزيهم عنا كل الخير كانوا ساعين في إنه نحن نساهم في العملية بتاع نجاح أكبر عدد من الطلاب من المرحلة المتوسطة للمرحلة الثانوية. وكان في زمن هو امتحان قومي زي الشهادة السودانية، كان كل السودان بيمتحن نفس الامتحان في نفس الوقت، وعشان ينجزوا كانوا عندهم عدد طلاب كبير والأساتذة محدودين. قاموا يستخدموا أفضل الطلاب عندهم يدرسوا ويضعوا الامتحانات ويشرحوا لزملانهم. التجربة دي كانت بالنسبة لي إضافة كبيرة جدا في إنه المهارات بتاعتي في التدريس. فذكرت القصة دي وكانوا يعني بقول لهم إنه يعني دي بدايتي في إنه كيف أكتسب مهارات في إنه أنقل المادة. بتحتمد الطريقة اللي أنا بقدم بها المادة على الشخص المتلقي ومستوى الشخص المتلقي، فأدتني مهارات كبيرة جدا في مجال التدريس. السودان أيضا اجتماعيا نحن متطورين جدا مقارنة بمعظم دول العالم، حتى الدول الحديثة بالمناسبة.
النسيج الاجتماعي بتاعنا والارتباط بالمجتمع وطريقتنا السهلة في التعامل فتحت لنا أبواب كثيرة جدا وساهمت معي مساهمات كبيرة في النجاح. السودان أيضا صرف علينا وعشان كده ولأنا ليه وأصلا لا ينقطع، يعني إحنا المنظومة التعليمية اللي قرينا فيها كلها كانت منظومة صارف عليها محمد أحمد شعب السوداني الغلبان بضرائب وكده، وقرينا في جامعات الخرطوم في داخليات وأكلنا وشربنا، فالدين علينا للسودان دين كبير جدا. فيعني السودان ساهم مساهمة كبيرة جدا في تشكيل شخصيتنا وفي نجاحنا، ويعني ربنا يعني يجزي عنا أهلنا كل الخير ويقدرنا إنه نحن نقدم ما يعني ما يسوى هذا الدعم اللي قدموا لنا في تشكيل شخصيتنا، في دعم في دراستنا وتسهيل كل الأمور لنا اللي هي أوصلتنا إلى هذا القدر. والآن بتجي مرحلة إنه إحنا يعني نقدم كل الحاجة دي تاني للبلد ونساهم في تنمية البلد وتنمية أجيال إن شاء الله تعيد بناء بعد الثورة ديسمبر المجيدة. والله يا أخي أنا طبعا بحب العصيدة جدا، ويعني دي حاجة من الحاجات، يعني رمضان أنا بكتفي جدا بقصة العصيدة دي، ويعني الملاح الروب بحبه جدا أيضا، يعني ملاح النعيمية وزوجتي عندها مهارات كبيرة جدا في القصة دي. لكن الحاجة الثانية اللي بحبها خالص أم رقيقة، يعني واحدة من الإنجازات الكبيرة جدا. طبعا يعني الخواجات لما يشوفوها بتخيلوها شوربة، هي ما نفس الهناية بتاع الشوربة، فأم رقيقة بالكسرة دي لا يوجد أجمل منها يعني، فدي واحدة أيضا من الإنجازات الكبيرة. واحيانا ايضا في الويكند في الاجازات بتاعت الاسبوع وكده لما نكون فاضي بعمل الكسره بالمويه، فالكسره بالمويه بالبصل بالطماطم بالشمار، فبيديك شعور جميل جدا شعور السودان. وفي يعني خالتي ربنا يديها الصحه والعافيه نجاة مكي، يعني هي امنا، فكانت مشهوره جدا يوم الجمعه في البيت في مدرمان بالسخينه، فبتعمل لنا السخينة وكانت دي من أجمل الأكلات أيضا، وإلى الآن يعني بحبها جدا من يدها. وكنت بأكل أكلات غريبة جدا، حتى خيلاني الكبار ما أكلوها، أنا كانت حبوبتي بتعمل لي الله يرحمها لما أجي من الداخلية من البركس في جامعة الخرطوم، لما نجي يوم الخميس بنجي على البيت وكده بتعمل لي المريس ولح المريس، فالمريس والكول والحاجات دي اللي هي كانت يعني بالنسبة يعني أولادهم ما بيأكلوها اللي هم خيلاني وخالاتي، لكن أنا كنت من الرائيل بحبها جدا من يدها يعني، وهي بتعملها بمزاج لما تكون عارفة إنه أنا حاجيها. فيعني الأكلات السودانية عمرنا ما انقطعنا منها، وزي ما بقولوا يعني لا تضاهيها مدعى بتاع الطعام يعني، فربنا يعني يكرم كل أهلنا ويعني يديم خيره على السودان ويديم زي ما بقولوا الكلشر بتاعنا ثقافتنا في الأكلات المحلية. طبعا رمضان في السودان ده يعني حاجة عجيبة جدا، طبعا يعني عشناه في مناطق مختلفة، عشناه في مدرمان، عشناه في يعني مصانع السكر في السودان دي كمان عندها كلشر مميز، إنه الناس دي الواحد يعني دي الناس بيكونوا عايشين في المدن بتاعت مصانع السكر دي وكلهم مربوطين ببعض، وإلى الآن ارتباطي كبير جدا بأصدقاء الوالد رحمه الله يعني، وكل ما الواحد يلقى فرقة حسي أنا بمشي عسلايا بزورة فبتذكر وبمشي بيتنا هناك، فبنتلم في رمضان وقت الفطور كل واحد بيجيب صينته وبنقعد في نص، فكانت يعني حاجة جميلة جدا الذكريات بتاعتي إنه الناس بتاكل مع بعض. رمضان في السودان غير بكل المقاييس يعني، والكرم بتاع أهلنا ولمة الناس هي اللمة الجماعية. طبعا رمضان عشناه في أماكن مختلفة جدا حول العالم، في آسيا وفي أمريكا وفي محلات هنا في الخليج في السعودية وفي قطر وغيرها، كل محل عندها مميزاتها، وهي دايما الميزة في أنك أنت بتقدر تجتمع بأكبر قدر من الناس، وين هو ده اللي بيفرق ما بين جانب وجانب آخر. فلكن يعني تمتعنا جدا يعني رمضان في مدينة اسمها أوبون في ألاباما في أمريكا، الجامعة اللي قريت فيها، وعندنا كمية من الأصدقاء والأحباب إلى اليوم، فكنا بنتلمى حريصين جدا في رمضان نتلمى، بعدين بنمشي المسجد، والمسجد ده كان لمجتمع المسلمين، فكل يوم سبت بيكون في جالية هي اللي بتعمل الإفطار لكل الناس التانين، فأيضا ده كان من أجمل الرمضانات إنه الجاليات والناس يتشاكلوا في انه منو اللي بيمسك، لانه كانوا في طلاب وفي يعني العزاب، في ناس باحثين وشغالين، فالمسجد كان كل يوم فيه فطور، فالناس بيسجل انه منو اللي بيفطر في المسجد اللي بيفطر الناس، فانت قبال ما يفتحوها بتلقى لسه ملت، بعد ذاك الناس تقعد تحنس
في انه يا جماعه ادوني فرصه انا في اليوم الفلاني وكذا، لكن كان اجمل الاوقات فيها انه كل يوم سبت او كان مرتين في الاسبوع على ما اذكر انت بتفطر فطور بتاع دوله تانية. يعني الباكستانيين بيكون عندهم اليوم المحدد، المصريين، فلما نيجي دورنا السودانيين بنجتهد اجتهاد شديد جدا في انه نديهم اكلاتنا وفي نفس الوقت نخليهم، فكل ناس بيطلعوا بانطباعهم عنها. فدي كانت من الحياة الجميلة جدا يعني الواحد ما ينساها. ودايما في العالم الإسلامي طبعا هو جميل لأنه يعني الآذان والناس داخلة ومارقة، لكن في الغربة لما تكون في أوروبا أو في أمريكا وكده بتكون داير إحساس التجمع مع الناس، مع الكوميونتي المسلمة. فيعني الذكريات في أوبون دي ذكريات جميلة جدا عن رمضان وإفطارة رمضان وشهر رمضان المفضل. والله يا أخي أنا بحب جدا وردي، يعني الوالد رحمه الله كان بحبه جدا، فأنا أبوي كان أي في عنده في عربيته دايما شرايط وردي، شرايط الفيديو لما بدأ زمان الفيديو في السودان، فمعظم الوقت هو كان مربوط بوردي جدا، فكنت بحب وردي جدا وأغانيه القديمة. ولا أنسى يعني بعد ما سافرت قصة الطير المهاجر دي، يعني هي بتمس مشاعر عجيبة جدا لما تتذكر أهلك وكده. فوردي يعني كانت إضافاته كبيرة جدا. بحب غنى الحقيبة، والآن القصة بالمناسبة بتاعت إنه الشباب دي بيجوا يغنوا غنى الحقيبة أضافوا له يعني رغم اختلاف الناس إنه يا أخي التغيير وما التغيير، لكن أضافوا له نوعية جديدة. فيعني بقينا ارتباطنا برضو بأغاني الحقيبة. ولكن إحنا الجيل الحضر البداية بتاعت عقد الجلاد والسمندل، فأيضا كنا متأثرين جدا بعقد الجلاد، وبعد ذاك مصطفى سيد أحمد، وكنا بنمشي إحنا زمننا ذاك زمن الديمقراطية الثالثة، إحنا حضرنا جزء بسيط جدا منها في سنة أولى في جامعة الخرطوم قبل ما الجماعة دي اللي عملوا انقلابهم المشؤوم. ففي سنة أولى دي كنا بنمشي جامعة القاهرة الفرع كانت الزمن ذاك، فكون في مصطفى سيد أحمد، بعد شوية تمشي عقد الجلاد تكون في شنبات، بعد ذاك تمشي، فكانت حياة يعني جميلة جدا. فالواحد إلى الآن مربوط بالموسيقى السودانية، وإلى الآن زي ما بقوله بيتمتع حتى بالشباب الجداد الظهر حاليا. يعني البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رايداك وهاوية، ليطينك ولي أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاوية، البلد المعف منك اتنين والناس كلها متساوية، لو شافوك بعيني أكيد العالم كله حيعجب بيك، وانا شايفك من اجمل زاويه، اجمل زاويه